لو شو ما كان ذوقكم في لعبة حتنال اعجابكم بلاحت الالعاب اللي حتصدر هالاسبوع. حضروا حالكم لمجموعة ألعاب من عالم Final Fantasy الغني. Square Enix حيصدروا Final Fantasy X و Final Fantasy X 2 HD Remaster ب 12 مايو على PlayStation 3, PlayStation 4 و PlayStation Vita. Remaster بتتضمن تحديثات للرسومات والموسيقى التصويرية. ألعاب Final Fantasy X International, Final Fantasy X 2 International و Final Fantasy X 2 Last Mission, The Eternal Calm Video, موسيقى إضافية، بالإضافة إلى فيديو جديد طوله 30 دقيقة بيظهر خاتمة جديدة تجرى أحداثها من بعد سنة من أحداث Final Fantasy X 2 وبيظهر فيها شخصيات جديدة. وإذا بتطلبوا اللعبة مسبقاً تحصلوا على كتاب رسومات للعبة وتعليقات مطورين اللعبتين. نذكر إنه هالإصدار بيكون أول مرة بتتوفر لعبة Final Fantasy X بأمريكا الشمالية وأول مرة بتتوفر Final Fantasy X 2 برات اليابان. تحضر رفقاتكم أونلاين بلعبة استراتيجي أكشن من استوديو Carbon Games بعنوان AirMech. بإيرماك فيك تتحكم بروبوت بتحول على طيارة ليدافع عن أرضه. حتتوفر إيرماك ب 12 مايو على البي سي، إكس بوكس 360، إكس بوكس 1، بلاي ستيشن 4 وكمان عبر برامج تصفح. جسس على أعدائك وافتح لهم مخططاتهم بلعبة انفيزيبل إنك من استوديو كلاي انترتينمنت. فيكن تحصلوا عليها ب 12 مايو على الماك والبي سي والبلاي ستيشن 4. ولمحبي ألعاب استراتيجي ار بي جي والخيال العلمي فيكن تلعبوا ألتيميت سبيس كوماندو من استوديو كرييتيو 49 ب 12 مايو على البي سي. استكشفوا برج تورن الغامض بلعبة 3D بازل ادفنتشر تورن. اللاعب بيتحكم بشخصية مون شارلد يلي لازم تحل ألغاز وتتقدم بالبرج لتتعلم أسراره. حتتوفر تورن ب 12 مايو على البي سي والماك والبلاي ستيشن 4. لونيتاس، بلم، لويس ولاتم هن الاربع روبوتات يلي قضوا على البشر ومهمتك بلعبه الترا ترون انه تقضي عليهم. قريبا كمان حيصير للعبه تور لعب جماعي. حتتوفر الترا ترون ب 12 مايو على البي سي والماك وعلى كل الاجهزه الباقيه. من بعد تحطم سفينتك لازم تحاول ترجع لمجتمعك باللعبه السريعه لوست اوربت من استوديو بيكسل نوتس. حتتوفر Lost Orbit ب 12 مايو على البي سي والبلاي ستيشن 4. نوم نوم جالكسي من استوديو بيكسل جنك حتتوفر ب 12 مايو على البي سي والبلاي ستيشن 4. اللعبة عبارة عن بلاتفورمر بعالم مفتوح مع طور لعب جماعي وبتتضمن عناصر تاور ديفنس و RTS. وأنا متحمسة أشوف شو حيطلع منها كل هالخلطة. وأخيرا الجزء الثاني من لعبة استراتيجي الحربية هيجيموني جولد حتصدر بعنوان هيجيموني روم The Rise of Caesar ب 15 مايو على البي سي. اللعبة بتتبع غزوات جوليوس سيزر بخريطة بتمتد من شط البحر المتوسط للجزر البريطانية. هاي كانت لاحة الألعاب لتاني أسبوع من مايو. خبروني بالتعليقات إذا حتلعبوا أي من هدول الألعاب وشوفوني الأسبوع الجاي بلاحة جديدة.